الضرورات جمع ضرورة، والضرورة عند العلماء هي بلوغ الإنسان حدا يخشى معه الهلاك أو ما يشبه الهلاك. بلوغ الإنسان حدا يخشى معه الهلاك، فإذا وصل إلى درجة يخشى معها الموت نقول هو مضطر. هذه ضرورة، هذه ضرورة. كما لو كان الإنسان في الصحراء ولا زاد معه وأصابه الجوع الشديد حتى خشي أن يموت نقول هو الآن مضطر. أو ما يشبه الهلاك، ما الذي يشبه الهلاك عند العلماء؟ قال العلماء أن يفقد عضوا من الأعضاء، أن يفقد عضوا من الأعضاء، هذه ضرورة. أن يفقد عينه، أن يفقد سمعه، أن يفقد يده، هذه ضرورة. الثاني أن يفقد عقله، إذا خشي أن يفقد عقله هذه ضرورة. طبعا لو فقد عقله ما يموت لكنه يشبه الميت. الثالث قالوا أن يخاف أن يفقد عرضه، أن يفقد عرضه. الرابع قالوا أن يخاف أن يفقد ماله كله، أن يخاف أن يفقد ماله كله، لأن المال قيام الحياة، فإذا فقد ماله كله وقع فيما يشبه الهلاك. الخامسة وهي أهمها أن يخاف أن يفقد دينه، أن يخاف أن يفقد دينه. فهذه هي الضرورة، وهذه الضرورة شرعا. وبهذا نعرف أن قول الناس ضرورة لكل شيء يحتاجه الإنسان ليس صحيحا. فبعض الناس يفعل المحرمات، وإذا قلت له يا أخي لما تفعل هذا؟ قال يا أخي والله ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. وإذا نظرت وجدت أنها حتى حاجة ليست حاجة. يعني كثير من الرجال نسألهم لما تحلق لحيتك؟ قال والله يا شيخ أني أحب اللحية، والله أني أحب اللحية، لكن يا أخي ضرورة. خير إن شاء الله، عندك مرض عندك؟ قال يا أخي زوجتي ما تحب اللحية. هذه ليست ضرورة، فلا بد من ضبط الضرورة بالميزان الشرعي.